تكنولوجيا قد تكون إسرائيل تمتلكها الآن غير معروفة. واحدة من الأمور المثيرة التي قيلت عن منشأة ناتانز بعدما قالوا أنها مسيرات وعادوا قالوا بأنها تجريب، وأنت كما تعلم لا أحد يجرب مثل هذه المنظومات على فوق المنشآت النووية وإن كانت على بعد 20 كيلومترا. الآن الرواية الأخرى والجديدة تقول بأنه كان هنالك رصد خاطئ من المنظومات الدفاعية الإيرانية ضربت بشكل عشوائي وانفجرت كون أن ليس هنالك هدف، وبعدها قالوا بأنها تجريب. هل تعتقد بأننا قد نكون أمام اختراق بشكل أو بآخر لهذه المنظومات الدفاعية، أم هم فعلا منظوماتهم الدفاعية تخطئ بهذا الشكل؟ يعني أنت كيف فسرت ما جرى لمنشأة ناتانز وما حدث فيها في ظل هذه الأمور التي تزامنت معها من هجمات التي نتحدث عنها اليوم؟ احتمالية الخطأ جراء التأهب المفرط في داخل إيران هي واردة جدا. يعني حادث الطائرة الأوكرانية كان مثال أفضل سابق، يعني أثبت وباعتراف الإيرانيين أنه الأهبة المفرطة لديهم أوهمتهم في يعني إطلاق صواريخ وضرب الطائرة الأوكرانية. فإذا الوضع في إيران على ما يبدو وعلى ما أثبتت الظروف أن إيران نعم تدعي أن لديها إمكانات عسكرية هائلة وتستعرض هذه الإمكانات الهائلة والإنفاقات الهائلة، ولكن من حيث الأداء النوعي لتلك المعدات أو تشغيلها يبدو أنه متخلف جدا ومتراجع جدا. وهذه النقطة التي تسجل على المنظومة المسلحة الإيرانية التي تعتقد إيران أنها قادرة على مواجهة يعني أسلحة ومنظومات هجوم أو دفاع غاية في التقنية متطورة مثل ما تملك إسرائيل. إسرائيل تملك حقا الترسانة وتملك الأداء النوعي في الترسانة وتشغيل الترسانة، أما إيران قد تملك كم كبير من القطع العسكرية وتملك الكثير من التكنولوجيا المستعارة مؤقت يعني بشكل أو آخر من الصين والتكنولوجيا المحورة، ولكن كل هذا يحتاج إلى دقة عالية في التشغيل ودقة ومهارة عالية في يعني في التنفيذ. كل هذا على ما يبدو أن إيران يعني أقل كفاءة من إسرائيل في المقارنة، لأن ما تحقق إسرائيل في الداخل الإيراني بارتياح هو أكثر وأقوى وأدق بكثير مما يعني تستطيع أن يعني ما حققته إيران. إيران لا زالت تراهن على الأرض وعلى الميليشيات وعلى الأسلحة التكتيكية التي تهاجم إسرائيل فيها عن قرب. هذه هي التكتيكات قديمة حقيقة، وإيران رهانها على مثل هذه الأسلحة ورهانها على العامل البشري ورهانها على مسك الأرض هي رهانات بالنهاية المطاف يعني قد لا تجدي نفعا أمام ضربات عميقة ربما في الداخل الإيراني قد لا تستهدف المنشآت النووية فقط، وهي وإسرائيل تفكر بهذا الآن وتحاول الحصول على أسلحة دقيقة من الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع خرق الأرض والوصول إلى يعني إلى داخل الجبال أو ما شابه ذلك من أجل استهداف مباشر للمنشآت النووية الإيرانية. ولكن أيضا إسرائيل لديها القدرة أن تضرب بعض البنى التحتية الإيرانية في العمق الإيراني وتسبب إرباك كإصابة شبكات الكهرباء أو محطات التوليد الكهرباء. هذا قد يخلق لدى إيران عجز وفوضى داخلية كبيرة قد لا نستغرب حالة المواجهة القادمة أن يحصل مثل هذه الضربة. طيب، ولكن رغم هذه الإمكانيات الإسرائيلية التي تحدثت عنها والخروقات والضربات والهجمات، إلا أن هذا الأمر لم يغير من موقف إيران نهائيا، بل إنها يعني إنه زادها إصرارا وزادها قوة في المفاوضات النووية التي تجري الآن مع دول العالم ومع الولايات المتحدة الأمريكية. ما داعي هذه الهجمات إن كانت لا تؤدي إلى زيادة إصرار وقوة إيران في مثل هذه المواقف المهمة؟ إيران سارت بالاتجاه الخاطئ كثيرا وتوغلت كثيرا، وخط العودة إليها هو يعني صعوبة عودتها من هذا المسار هو الذي يدفعها بكل هذه القوة بالاتجاه الإصرار واتجاه يعني تحدي العالم. فبالتالي يعني هذا مثل ما يقال لدينا يعني الإصرار على الخطأ. إيران متقدمة باتجاه العالم كله، إيران أهدافها واضحة، تريد أن تمد نفوذها إلى خارج إيران وتسيطر على المناطق الرخوة ولا سيما في المشرق العربي وربما
الجوار الشرقي لإيران في بعض الدول التي لم تتقدم باتجاهها، لأن هناك ضغط صيني روسي ربما يجبرها على يعني استغلال الوضع العربي أنه أكثر هشاشة وأكثر خصوبة لقبوله. فإيران ليس لديها خيارات، إيران تسير بهذا الاتجاه لأنها ليس لديها خيار إلا أن تذهب تضع العالم أمام حقيقة، أن تصنع قنبلة نووية وتحرج العالم بها، وقد تختطف الأمن المنطقة واستقرارها بهذه القنبلة، أو إنها العالم سيأتي إليها بتنازلات كبيرة تساوي ما تنجزه من خلال استخدام هذا السلاح. ففي النهاية إيران لديها هدف هو اختطاف المشرق العربي، لنكون أكثر وضوحا في هذا الجانب، واختطاف المشرق العربي دلالته أنه الآن تقول إيران لهم نفاوضكم على 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 السلاح النووي بمقابل أن لا تجادلوننا على نفوذنا في المشرق العربي. وهذه طبعا طرح يكشف ويفضح أن الهدف النهائي من كل هذه الزوبعة من القنبلة النووية إلى مواجهة إسرائيل إلى مواجهة أمريكا، كله يريد في نهاية المطاف أن يوفر الغاية الأكبر لإيران، وهي مد النفوذ على المشرق العربي. إذا هذه الحقيقة التي يجب أن يعني نفهمها، وهي بدأت تتبلور بشكل واضح. وأصل إلغاء الاتفاقية النووية جاء بهذا السبب، لم يكن الاتفاق النووي لم يكن فيها خلل في إيقاف إيران من التسليح النووي، ولكنها ألغيت من قبل ترامب لأنها لم تتضمن ضمانات أمن للمشرق العربي وإسرائيل، أو تحجم من التردد الإيراني والتدخل في دول الجوار. هذا السبب الذي ألغيت عليه الاتفاقية، إيران تفضحه الآن وتقول نحن نذهب إلى الاتفاقية من جديد شريطة أن تغلقوا هذا الملف. وحتى المفاوضات التي دعاها الكاظمي شكلا ووضع السعودية قبالة إيران كانت هي لإرضاء الرئيس بايدن لإسكات الجمهوريين عن أن عدم وجود حاجة لإدخال ملف التدخل الإيراني في المشرق العربي في محادثات فيينا، وليترك هذا شأنا داخليا شرق أوسطيا. ولكن ثبت الزمن أن هذا أمر صعب، وإهمال منطقة المشرق العربي تحت الحظوة الإيرانية سوف لن ينتهي بنفوذ إيران المباشر، وإنما قد ينتهي بنفوذ صيني روسي يجتاح المغرب المشرق العربي كله ويضع أصدقاء الغرب الأردن مصر الخليج تحت مظلة تحت يعني طاولة التهديد. طيب اليوم رئيس الموساد الإسرائيلي من المفترض أن يكون الآن هو في العاصمة الأمريكية واشنطن، وكذلك يوم غد وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانتس سيكون أيضا موجودا في واشنطن، والواضح هنالك معلومات كثيرة على التقدم والمنشآت النووية، بعض التفاصيل التي يريد رئيس الموساد واضح أن يطلعها ويبلغ بها الولايات المتحدة الأمريكية والCIA. هذه الزيارتان الآن بالحديث عنها زيارات مكثفة، معلومات خطيرة للغاية، هل تعتقد بأنها ستغير شيئا من سلوك إدارة بايدن أو طبيعة تعامل إدارة بايدن مع المفاوضات الجارية مع إيران؟ يعني هناك ملف في داخل أمريكا ضاغط جدا على إدارة الرئيس بايدن، وإيران تفهم هذا الضغط الداخلي من القيادات الجمهورية أو حتى بعض الديمقراطيين على هذا التساهل المفرط من قبل إدارة بايدن وتعويلها الكثير على المحادثات والتفاهمات. هذا الطريق بدأ يصل إلى الانسداد، وإدارة بايدن استنفذت كل احتياطيها من الأعذار، وهي بدأت تلوح بخيارات أخرى لأنها بدأت تحرك سياسيا. الديمقراطيين خسروا رئاسة ولايتين والانتخابات النصفية سيشرع بها بعد شهر، وبالتالي خسارتهم للأغلبية في الكونغرس طبعا هذا سيلوح مبكرا أن ليس لديهم دورة حكم ثانية للولايات المتحدة الأمريكية. واحدة من أهم أسبابها هو هذا التعثر في الملف الإيراني والانسحاب السيء من أفغانستان. إذا نحن أمام إدارة وإحراج، هناك إحراج داخلي لإدارة بايدن في داخل أمريكا بسبب فشل نظرتها وفشل تعاملها مع الملف الإيراني أولا، وفي ظل هذا الفشل الذي يطفي بظلاله في فيينا أو في واشنطن، إسرائيل تجد أن هذه فرصة ذهبية لها لأن تركب موجة المواجهة مع إيران. أما يعني جلب أكبر يمكن من الدعم الدولي لها، أو على الأقل تحييد الرأي الدولي ولا سيما واشنطن
من أجل إذا ما شنت هجمات نوعية في الداخل الإيراني سوف لا تتعرض إلى اللوم والانتقاد، أو قد يقف العالم إلى جانبها باعتبار أن تلك الهجمات هي شكل دفاعي، ولا سيما أن المعلومات التي ستذهب بها قطعا ستؤشر بشكل أدق على مدى التطور الكبير الذي يعني حصل في داخل البرنامج النووي الإيراني. إذن إسرائيل تهيئ المناخ السياسي وحتى العسكري لحصول لإجراء ضربات نوعية في الداخل الإيراني أكثر مما اعتدنا عليه، في أنه كانت تضرب أذيال إيران ومخالفها في المنطقة. إذن إسرائيل موجودة في واشنطن من أجل أخذ الضوء الأخضر بتحليلك وبتقديرك، من أجل القيام بأشياء قد نراها في الأيام القادمة أو في الأسابيع القادمة.